المبادرة التي حملها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي إلى دول المنطقة وجدت صداها لدى الأوساط الاقتصادية والسياسية العراقية والأردنية، إذ جرى التأكيد على استثمار الطاقات البشرية وإيجاد فرص تنمية على أساس المصالح المتبادلة والاقتصاد التكاملي. العراق حصل نصر على الأرض ضد الإرهاب، حرر أرضه وكسب نصر دبلوماسي بالحقيقة، يعني إسناد عالمي وإقليمي بالحقيقة. فسياسة الدكتور حيدر العبادي الذكية والواعية والوطنية أنه حول النصر الدبلوماسي إلى تكثيف في العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الجوار أو المحور الإقليمي كله هذا. يعني الحراك السياسي الاقتصادي اللي قام به السيد رئيس الوزراء، يعني أعتقد أنه مبني على خطط علمية وسليمة، لأنه سبق التحرك باتجاه الأردن التحرك نحو السعودية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية تشابه ما وقعه في الأردن. صندوق النقد الدولي ناقش أثر سياساته على العراق والأردن، مؤكدا نجاح العراق في برنامجه الإصلاحي الاقتصادي الذي عدته الحكومة العراقية في لجم التضخم وأهمية الإفادة من تجربته في التكامل الاقتصادي بين البلدين الجارين. تسهيل التبادل التجاري بالتأكيد سينعكس على اقتصاد الدولتين وتحسن في النمو الاقتصادي، وبالتالي سيمكن الأردن والعراق من تحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنى كل منهم برنامج هذا الإصلاح. المعركة الاقتصادية أعتقد تمثل مفصلا مهما من حياة العراق والعراقيين، والانفتاح الذي يعني بدأ به السيد العبادي مع الدول الشقيقة في السعودية والأردن ومصر، والاتفاقات ومذكرات التفاهم التي حصلت بين الوزراء المختصين وبين هذه الدول، بالتأكيد أنها ستفتح النوافذ والأبواب الواسعة. في الوقت الذي قاد فيه رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي مبادرة اقتصادية تنموية للمنطقة بأسرها، ها هو صندوق النقد الدولي يشيد بسياسة الإصلاح الاقتصادي العراقية التي استطاعت خفض نسبة العجز وتقليل النفقات، فضلا عن زيادة الإيرادات غير النفطية وتجاوز محنتين اقتصادية وأمنية. من العاصمة الأردنية عمان، زيد الطائي، العراقية نيوز.